حاليا كنصور واحد فيلم سينمائي سميتو الزنقه كونتاكت من الاخراج اسماعيل العراقي. ان جون ماروكان اللي عايش في فرنسا واللي قرا في فرنسا وخريج ديال لافيميس اللي غيكون تصوير ما بين كازا مراكش الصويره والجنوب. تنظن بان لا توش ديال اسماعيل العراقي اون توش بيرسونت زعما عنده اون فيزيون سي سا سكي جينيال. القصة تتمحور حول الموسيقى حول الروك اند رول حول كازابلانكا المغرب دابا هادشي اللي يمكن لي نقول.